أحلى رحلة. تنطلق الآن مع محمد الشهري. هلا وسهلا بخالد من البشاير. خالد هلا وسهلا، مساك الله بخير. مساء النور، يا هلا وسهلا، كل عام وانت بخير يا هلا البشاير. اخبارك ان شاء الله؟ كل عام وانت طيب. ابشرك الحمد لله. ايش اخباركم انتم؟ كيف امورك ان شاء الله؟ كل شيء تمام، يسعد اوقاتكم ان شاء الله. الله يسعدك ان شاء الله. ايش هذا ابو مهند؟ كل بالتوفيق ان شاء الله. يلا يا خالد الى تذاكر. روح يا الذيب روح. وين ربعك يا خالد؟ وين ربعك اول شيء؟ رقم 10 يقول خالد. رقم 10 ودرجة رجال الأعمال وثلاثة أسئلة يا خالد. والأسئلة تتمحور حول ثلاث مناطق في المملكة العربية السعودية، والمناطق هي عسير والشرقية والجوف. يلا خلاص؟ يلا يلا توكلنا على الله. روح يا خالد إن شاء الله يوصل الحق. يلا يلا يا الذيب. سؤال الشرقية يقول: موروث شعبي في رمضان يتناول فيها أهل الحي وجبة دسمة ليلا، هل هي الوجبة أم الصحبة أم الغبقة؟ يلا يا خالد يلا يا خالد الوقت. الوجبة، الصحبة، الغبقة. ثلاثة. ممتاز، حلوين، يا سلام حلوين. 6000، ألف مبروك. 6000، ألف مبروك حبيبي. حبيبي مهند، حبيبي والله خالد حبيبي. أنا أقول هبوط هبوط اضطراري. روح الله يستر علينا وعليك وعلى كل المشاهدين يا رب. يلا هذه الحقائب وصلت يا ساتر يا ساتر. والله شوف شوف ما شاء الله عليك، من عسير إلى الجوف إلى الشرقية وما شاء الله عليك. يلا عطني رقم. كم الرقم؟ يلا يا خالد عطني واحد. واحد رقم واحد. نشوف رقم واحد. مبروك، لقد فزت بمبلغ 6000 ريال سعودي مقدمة من شركة أركو للاستقدام. ألف مبروك. ألف ألف مليون مبروك حبيبي. الله يسعدك.